بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في برنامج حالات مستعصية. احنا النهاردة هنتكلم على الحالات المستعصية في الأنف والأذن نتيجة حساسية الأنف والجيوب الأنفية. الحقيقة مرض حساسية الأنف ده مرض من الأمراض المنتشرة جدا في الأنف والأذن، وأكتر العيانين اللي بيخشوا عيادة أنف وأذن بيبقوا مصابين بحساسية أو بمضاعفات الحساسية. من أعراض حساسية الأنف انسداد في الأنف، عدم القدرة على التنفس من الأنف، العيان بيتنفس من بقه مش من الأنف، سواء كان كبير أو طفل. والحقيقة عدم التنفس من الأنف ده بيعمل مشاكل في الحلق، بيعمل التهاب حبيبي في الحلق، بيعمل جفاف في الحلق، بيعمل جفاف في اللثة بتاعة الفم، وممكن يحصل التهابات في اللثة. في الأطفال الموضوع بيبقى الحقيقة أكثر صعوبة، لأن الطفل مناعته ضعيفة على عكس الإنسان الكبير. برضو من ضمن أعراض الحساسية الرشح المستمر. الرشح المستمر ده بيبقى مع صعوبة في التنفس. السائل المخاطي اللي بيبقى نتيجة الرشح بيبقى ميديا نشطة جدا للميكروب اللي موجود أصلا في الأنف. في ميكروبات سابروفايتس موجودة في الأنف بتتغذى على هذا السائل، وبتبتدي تبقى ميكروبات مرضية وتعمل التهابات. من ضمن برضو أعراض الحساسية العطس المتكرر. مريض الحساسية بيجيله نوبات عطس متكررة، خصوصا لما يبقى صاحي من النوم، ودي الحقيقة بتبقى برضو ليها أعراض في كبار السن. الحقيقة بتعمل مشاكل أخرى، في ممكن من كتر الحزق يحصل مشاكل زي فتق تسرب للبول وهكذا. من ضمن برضو أعراض الحساسية عدم القدرة على الشم وانخفاض حاسة التذوق نتيجة طبعا انسداد الأنف، وبرضو ده من بيبقى أكتر في الكبار منه في صغار السن، لأن صغار السن الأطفال ما بيقدرش يعبر عن الشكوى دي. فالحساسية مرض منتشر ومرض ليه مضاعفات، وإحنا بنشوف حالات كتير جدا في عيادة الأنف والأذن نتيجة وجود حساسية أو نتيجة وجود مضاعفات للحساسية. الحقيقة من أكتر مضاعفات الحساسية اللي بتحصل تضخم في الغضاريف، وبالتالي التهابات في الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية ده مرض من الأمراض الشديدة، بيبقى مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة خصوصا في الأطفال، انسداد في الأنف، صداع شديد في الرأس. ممكن يجي الصداع في أماكن وجود الجيوب الأنفية، وممكن الصداع يبقى مش محدد بمكان الجيوب الأنفية اللي هو بيسموه atypical sinus headache، أو الصداع اللي هو غير نمطي. من ضمن برضو الأعراض بتاعة التهابات الجيوب الأنفية غير الحرارة والصداع الإفرازات اللي من الأنف. الإفرازات اللي من الأنف بتبقى ملونة، ملونة يعني ممكن صفرة، ممكن خضرة، وساعات بتبقى مدممة من شدة الاحتقان اللي موجود في الأنف. زائد ان المخاط اللي بينزل على الحلق بيبقى برضو ملون، وده بيضايق العيان، وفي بعض المرضى يقول ان بيرجع من المخاط. علاج الالتهابات الجيوب الأنفية مش سهل، يعني ممكن ياخد لحد 3 أسابيع، وممكن يحتاج تدخلات جراحية. ودلوقتي الحقيقة مع الثورة اللي حصلت في المضادات الحيوية بقى علاج الجيوب الأنفية
في متناول اليد، وبقى لجوءنا للعلاج الجراحي مش كتير. من أخطر حالات التهابات الجيوب الأنفية اللي بتحصل التهاب الجيب الغربالي الأمامي anterior sinusitis في الأطفال، anterior ethmoiditis في الأطفال. دي من أخطر الحالات اللي بتحصل في التهابات الجيوب الأنفية في الأطفال، وده ده خطورته بتيجي إنه بيبقى جنب العين مباشر في جدار العين من جوه الجدار الأوربت، وممكن الالتهاب يمتد إلى العين. ولو ما استجابش للعلاج بالمضادات الحيوية بنحتاج إن احنا نخش جراحيا ونفضي الجيب وننظفه علشان خاطر الأمور ما تتفاقمش. من ضمن برضو الحالات المستعصية في مضاعفات الحساسية بالأنف والجيوب الأنفية غير التهابات الجيوب الأنفية اللحمية في الأنف. اللحمية اللي في الأنف نتيجة الحساسية الحقيقة من ضمن خصائصها إنها بتبقى في الناحيتين بايلاترال، وبتوصل ساعات لأحجام إنها بتبقى خارجة بره الأنف، والعيان شكوته الأساسية في وجود لحمية، عدم القدرة على التنفس من الأنف. وإحنا الحقيقة برضو في وجود اللحمية بنتعامل معاها، هي بتبقى في الكبار أكتر من الأطفال، لأن اللحمية عشان تتكون نتيجة الحساسية بتاخد سنين، فإحنا بنشوف اللحمية دي في الكبار في الأدلتس. العلاج بتاعها بندي علاج دوائي لمدة 3 أسابيع، بيعتمد على الكينولون كمضاد حيوي او الاموكسيلين كلافولينيك اسيد مع كورتيزون بخاخ. في حالات كتير بتستجيب الحقيقه للعلاج الدوائي وما بنضطرش ان احنا نتدخل جراحيا. لو العلاج الدوائي ما جابش نتيجه في بعض الحالات، وده بيبقى حوالي 20 او 30% من الحالات، احنا بنضطر ساعتها ان احنا نعمل عملية جراحية ونستأصل الزوايد اللحمية. من ضمن برضو مضاعفات الحساسية في التهابات الجيوب الانفية ان الحساسية سنين طويلة ممكن تعمل التهاب مزمن في كل الجيوب الانفية اللي هو pan-sinusitis chronic pan-sinusitis، ودي بيبقى شكوتها الاساسية عند العيان انسداد طبعا في الانف نتيجة وجود الحساسية، زائد ان صداع ما بيستجيبش للعلاج او يستجيب لفترات قصيرة ويرجع تاني. واحنا في الحالات اللي زي كده برضو بندي علاج الدوائي اللي بيعتمد على المضاد الحيوي والبخاخة الكورتيزون، او بنخش بالمنظار بنعمل تنظيف لمجموعة الجيوب الانفية اللي موجودة في الرأس، ونوصلهم كلهم بفتحة واحدة على الانف، ودي بتحل المشكلة الحقيقة. في كل الحالات في العملية الجراحية مرتجعة، يعني ممكن الأعراض ترجع تاني بعد فترة طويلة أو قصيرة على حسب استجابة العيان للعلاج، وعلى حسب شدة الحساسية اللي بيعاني منها المريض. فهي دي مشكلة الحقيقة في العلاج الجراحي لالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو استئصال لحمية من الأنف نتيجة الحساسية، إنها ممكن ترجع تاني. يعني بعد ما أعمل العملية وأشيل اللحمية بعد 6 أشهر سنة 2 3 ممكن ترجع تاني، وفي حالات ما بترجعش. من ضمن برضو الحاجات المستعصية في فيديو ظاهر على الشاشة بيوضح الأنف وبيوضح ازاي الحساسية بتحصل في الانف. هو الحقيقة في حاجة اسمها ماست سيل، دي موجودة في الدم. لما بيحصل ان المادة اللي الانسان عنده حساسية منها، سواء كانت بارتكل زراح معينة او نوع معين من التراب او العفار، دي بنسميها انتيجين.
بتخش بتلتصق في الغشاء المخاطي للأنف فبتهاجمها الماست سيل. بتهاجمها الماست سيل بيحصل انتيجين انتي بودي، الماست سيل اللي هي الانتي بوديز، بيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، بينتج عنه انفجار للماست سيل دي رابشر، فبيطلع عنها مواد كيماويه، مواد كيماويه زي اللوكوتراينز والهيستامين. فالمواد الكيماويه دي هي المسؤوله عن الاعراض. الحقيقه الانتي هيستامين او الادويه اللي بناخدها لعلاج الحساسيه بتبقى ليها هدف واحد او هدفين، يعني في ادويه بتعالج السببين وفي ادويه بتعالج سبب واحد. الانتي هيستامين بتتعامل مع الهيستامين اللي بيطلع بعد ما المص سيل تنفجر وبتعادل الهيستامين، فبالتالي بتقلل الاعراض. في ادويه تانية بتتعامل مع الهيستامين وفي نفس الوقت بتعمل حاجه اسمها ماست سيل ستابيلايزيشن او استقرار للجدار بتاع الماست سيل، وبالتالي ما تنفجرش وما يحصلش اعراض. طب احنا هنطلع فاصل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نواصل معاكم برنامج حالات مستعصية. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم في علاج الحساسية، العلاج الدوائي للحساسية، وقلنا ان العلاج الدوائي بيعتمد اما على معادلة الهستامين اللي طالع نتيجة التفاعل من الحساسية اللي هو الانجين انتي بودي رياكشن، او يعمل استقرار لجدار الماست سيلز، ودي خلايا مناعية موجوده في الدم، يعمل استقرار للجدار بتاعها علشان خاطر ما ينفجرش ويطلع المواد المسؤوله عن الاعراض. والحقيقه حصل طفره كبيره جدا في الادويه اللي بتتعامل مع في الموضوع ده، وبتدي استقرار فعلا لاعراض الحساسيه، وبتدي نتائج فعاله ونتائج كويسه جدا. لكن هو اهم حاجه في العلاج قبل الدواء ان المريض يبعد عن المؤثرات اللي بتزود الاعراض ايا كان بقى هي ايه، اذا كانت حاجه برفانات او اتربه او عفار او روائح متطايره زي المبيدات الحشريه، او حتى الزيوت المتطايره في المطبخ في البيت. من ضمن الحالات المستعصية برضو اللي بتحصل كمضاعفات لوجود الحساسية خصوصا في الأطفال التهابات الأذن الوسطى. الحقيقة هو في نوعين من التهابات الأذن الوسطى بيحصلوا في الأطفال وفي الكبار اللي عندهم حساسية أو أدوار برد متكررة أو دور برد أو دور التهاب شعبي يقعد فترة طويلة. النوعين دول يا إما التهاب حاد في الأذن الوسطى يا إما ارتشاح خلف طبلة الأذن. هنتكلم الأول عن ارتشاح خلف طبلة الأذن، لأن هو منتشر جدا في الفترة دي في الأطفال خصوصا في سن المدرسة عشان خروج الصبح، وأغلبهم بيبقى مرشح فترات طويلة. ارتشاح خلف طبلة الأذن ده لما بيحصل انسداد لقناة ستاكيوس نتيجة وجود حساسية في الأنف أو التهابات، بيحصل إفراز لسائل من الغشاء المخاطي اللي موجود أو اللي مبطن للأذن الوسطى. وجود السائل المخاطي ده ما بيعش في اتصال. ممكن أكلم الدكتور؟ أستاذة بسمة، انا معاك يا استاذه بسمه، اتفضلي. يا دكتور انا عندي مشكله بالليل لما باجي اخد نفسي بحس ان انا مخنوقه قوي، وعندي ضيق في التنفس بالليل بالذات، وما بيبقاش من برد يعني او من حاجه. دي ضيق نفس من الانف، يعني بيبقى الانف مسدود بالليل. الانف مسدود بالليل. الناحيتين ولا ناحيه واحده بيبدله؟ يعني اوقات بتبقى في الاغلب من ناحيه، بس من ناحيتين اوقات برضه يعني. طب ما دي من ضمن اعراض الحساسيه. الحقيقه انا الحساسيه بتنشط بالليل اكتر منها بالنهار، وقت النوم اكتر منها.
هو دي من اعراض الحساسية حضرتك. حضرتك مدام، الو، دي اعراض من اعراض الحساسية، وزي ما احنا اتكلمنا هو في علاج دوائي بتتعامل معاه وبيحل المشكلة خالص ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم على ارتشاح خلف طبلتي الاذنين في الاطفال او في الكبار، هو منتشر اكتر في الاطفال خصوصا في سن المدرسة، وفي الوقت ده كمان منتشر، بيحصل افراز للسائل من الغشاء المبطن للاذن الوسطى لما قناه ستاكس بتتسد نتيجه الحساسيه او الالتهابات في الانف وجيوب الانفيه. السائل لما بيحصل افراز للسائل الحقيقه بيبقى في ضعف في السمع، وده بيأثر على تحصيل الطفل في المدرسه. احنا بنتعامل معاها بنديله علاجات للحساسيه وعلاجات ان هي تدوب هذا السائل، بحيث ان نفتح قناه استاكيوس ويحصل تصريف او تسريب للسائل. المشكله دي مش سهله، يعني علاج الطفل اللي عنده ارتشاح خلف. محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتكلم الدكتور لو سمحت. انا معاك يا محمد. دكتور لو سمحت، بس كنت يعني بيجي لي وقت كده بصحى من النوم الاقي فيه نقط دم من مناخيري. ده بيبقى يعني غالبا بتبقى في الصيف، يعني عندنا بتحصل لي في الصيف ده وبكثره، يعني ده في اي سبب ليها، ولا بيبقى عندي مثلا برد، ولا مثلا مخبوط في المناخير، ولا اي حاجه بتيجي كده منها لوحدها. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا عندي 25. ده 90% من النزيف من الانف بيبقى من غير سبب، وده غالبا ضعف في الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الانف، وفيتامين سي هيحسن لك الحالة جدا يا محمد. شكرا يا محمد. نكمل ارتشاح خلف طبلتي الاذنين في الاطفال. احنا قلنا ما بيكون سائل في الاذن الوسطى بيحصل ضعف في السمع عند الطفل، ولو وفي سن المدرسة بيأثر على تحصيله في الفصل. فاحنا لازم نتعامل مع موضوع الارتشاح ده باهتمام، لانه بيأثر على تحصيل الطفل. الام اللي تحس ان الطفل بيعلي التلفزيون او بيتكلم بصوت واطي تبقى عارفه ان هو في مشكله في السمع وتسارع بفحصه. احنا بندي علاجات دوائيه، تأثير العلاج الدوائي على الارتشاح ما بيبانش قبل اسبوعين ثلاثه، يعني مش متوقع ان الطفل يخف في اسبوع حتى. ومن ضمن خصائص هذا المرض انه متكرر برضه، يعني هو احنا بيحتاج متابعه من الاهل بالنسبه للطفل اللي عنده ارتشاح خلف طبلتي الاذنين. لو ما جابش العلاج الدوائي نتيجه بنضطر ان احنا نخش ونعمل علاج جراحي، بنعمل عمليه شق طبله وبنحط انابيب تهويه للاذن الوسطى. شق الطبلة بنعمل فتحة في الطبلة بتاعت الودن وبنركب أنبوب التهوية معينة دي وبنعمل تصريف للسائل وبتعمل تهوية، والحقيقة بيرجع السمع زي الأول. وفي الكبار نفس الحكاية، بس المشكلة في الكبار مش كتير زي الأطفال، هو احنا بنشوف حالات الارتشاح خلف طبلة الأذن في الأطفال أكتر. المشكلة التانية التهاب الحاد في الأذن الوسطى، الحقيقة ده من أشد الالتهابات ألما. التهاب الحاد في الأذن الوسطى بيبقى ألم شديد جدا، وتقريبا المسكنات العادية اللي احنا بناخدها ما بيبقاش ليها مفعول قاطع بالنسبة لهذا الألم. وده بيجي نتيجة انسداد قناة ستاكيوس، بس هنا بيبقى لازم يكون فيه مكروب، عشان كده بيبقى العيان بيبقى عنده دور برد او دور التهاب شعبي، فالميكروب بينتقل من الانف او من الحلق او من الصدر عن طريق قناه ستاكيوس للاذن الوسطى، بتتقفل قناه ستاكيوس في وجود الالتهاب، مع وجود الميكروب والسائل اللي بيحصل له ارتشاح من الجدار بيتحول هذا السائل لصديد. الصديد كل ما بيكتر كل ما بيضغط على الطبله فالألم بيزيد. هي بتبتدي الأول بكتمة في الأذن، نقح خفيف في الأذن، الموضوع ده بيستمر يومين، المريض ما بيسعاش لعلاج أو بيروح الصيدلية ياخد نقط للأذن، ودي طبعا ملهاش أي تأثير بالنسبة للحالة المرضية.
فالموضوع بيتفاقم، الصديد بيكتر، بيضغط على الطبلة، لما الطبلة بتبقى زي البالونة اللي هتنفجر أو هتفرقع. ضغط الصديد على الطبلة ده بيعمل ألم شديد جدا، الأطفال لا تحتمله، واللي عندها طفل في سن الرضاعة أو ما بعد سن الرضاعة بيمسك ودنه ويعيط ما بيسكتش، تعرف إنه ده التهاب حاد في الأذن الوسطى، توديه للدكتور الحقيقة. العلاج برضو دوائي، بيعتمد على المضادات الحيوية ونقط الأنف وأدوية اللي هي بتزيل الاحتقان في منطقة الأنف والحلق والبلعوم خلف الأنفي، عشان الغرض من العلاج الأساسي إن أنا أفتح قناة ستاكيوس. لما أفتح قناة ستاكيوس هيحصل تصريف للصديد، وبالتالي الألم هيروح والحالة بتتحسن. ساعات لما بتبقى حالة متأخرة الحقيقة، حتى لو خد العلاج الدوائي، الطبلة بتنفجر وبيحصل التهاب صديدي حاد. احنا الأول قلنا التهاب حاد في الأذن الوسطى، لما الطبلة بتنفجر نتيجة ضغط الصديد عليها بيحصل التهاب صديدي حاد. الطفل أو الكبير بيلاقي فيه سائل مدمم نازل من الودن، الحرارة لو كانت موجودة بتنزل، الألم الشديد بيروح. أنا بقول للأهل مش معنى كده إن الطفل خف خالص، هو وجود الصديد ده لازم ياخد علاج. هو الألم راح لأن الصديد ما بقاش ضغط على الطبلة، الطبلة اتخرمت، والحرارة نزلت لأنه برضو الصديد حصل له تصريف أو درينج، فبالتالي الحرارة نزلت زي الخراج لما بيتفتح. لازم ياخد علاج. ليه لازم ياخد علاج؟ لأنه هو 90% من الحالات لما بياخد علاج كويس والطفل والودن بتخف، الثقب بيلحم تاني لوحده. لما بقى بيهمل المريض، الثقب الحقيقة بيتحول إلى أو الالتهاب الصديدي الحاد بيتحول إلى التهاب صديدي مزمن، والثقب هنا ما بيلحمش وما بيلمش، وده بيحتاج عملية ترقيع طبلة فيما بعد. فمهم جدا بالنسبة للأهل اللي عندهم طفل مصاب بالحساسية، مش معنى ان هو مش سخن وبيلعب وبيجري ان هو ان انا ما تابعش. لازم اتابع، لانه ممكن يجي له التهابات في الجيوب الأنفية، ولو حصلت في الجيب الغربالي بتأثر على العين، ممكن يجي له ارتشاع خلف طبلة الأذنين وده بيأثر على تحصيله في المدرسة، ممكن يجي له التهاب حاد في الأذن الوسطى، وده التهاب شديد جدا ومؤلم جدا بالنسبة للطفل. في بعض الحالات بقى خصوصا في الكبار، لما بيجي له التهابات أذن وسطى في البداية أو ارتشاح خلف طبلة الأذن في البداية، بيحس بدوار. العيان يجي يقول لي أنا ودني مكتومة، ولما بقعد على الكرسي او اجي انام على السرير بحس ان الكرسي بيتشقلب بيا والسرير بيتشقلب بيا. ده الحقيقه نتيجه وجود التهاب الاذن الوسطى، ادى الى انتشار الالتهاب الى الاذن الداخليه، وساعتها العيان بيحتاج ان هو ياخد علاج للاتنين، لأن الدوار ده بيبقى صعب جدا. يعني في بدايته العيان ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعية، لو ركب عربية حس إنه هو الدنيا بتلف بيه وعايز يرجع، وفي عيانين بترجع، في عيانين من شدة الدوار بتقع ويجي يقول إن أنا أغمى عليا. طب تسأله غبت عن الوعي؟ لا أنا كنت حاسس بس مش قادر أقوم. الحقيقة دي مشكلة، مش يعني مشكلة علاجها دوائي وعلاج سهل جدا، بس مهم ان العيان يبقى فاهم انه ما يخافش، لان الخوف والتوتر بيزود احساسه بالدوار، وبتقعد من 3 اسابيع لست اسابيع. طبعا هو مش هيفضل دايخ 3 اسابيع او 6 اسابيع، هو بيتحسن من تاني او تالت يوم من العلاج، لكن احنا بنستمر على العلاج من 3 اسابيع لست اسابيع الى ان تنتهي الحالة. وبيعتمد في علاجه على الأدوية اللي بتزود وصول الدم للأذن الداخلية، أو بتعمل سيديشن للإنر إير أو تهدئة للأذن الداخلية. كده احنا بالنسبة للبرنامج اتكلمنا على حساسية الأنف ومضاعفات حساسية الأنف بالنسبة للأطفال والكبار، والحالات المستعصية اللي بتقابل مريض حساسية الأنف.
زي التهابات الجيوب الأنفية أو التهابات الأذن الوسطى الحادة أو المزمنة لو إحنا أهملنا الالتهاب الحاد ما ادانالوش علاج. كلمنا عن التهابات الأذن الداخلية أو الفيستيبرال نيورونايتس اللي بتيجي نتيجة انتشار الفيروس من الحلق أو من الأنف للأذن الداخلية. أرجو أن أنا أكون مفيد ليكم وأكون قدرت أوصل المعلومة بأسلوب سهل وبسيط للسادة المشاهدين، وأرجو أن ربنا يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وأتمنى لكم يوم طيب. شكرا دكتور أسامة إبراهيم.